أحمد البشر الرومي، أديب وشاعر ومؤرخ كويتي. ولد أحمد البشر الرومي في الحي الشرقي من مدينة الكويت عام 1905، وحينما بلغ 7 من عمره ألحقه والده بالتعليم في المدرسة المباركية، وقد أمضى بها عدة سنوات قبل أن ينتقل إلى مدرسة عبد الوهاب الحنيان، وهي من مدارس الكتاب، كي يحفظ القرآن ويتعلم أصول الدين. بعد فترة عاد مرة أخرى للدراسة في المدرسة المباركية لإكمال تعليمه النظامي. استمر في الدراسة في المدرسة المباركية حتى عام 1921، وفي عام 1922 وحينما أصبح في 17 من عمره ركب البحر غواصاً مع السفن الذاهبة للغوص. خلال هذه الفترة كان الأديب يقضي كثيراً من أوقاته مع الشاعر الكويتي القدير صقر الشبيب، إذ كان منزل الشاعر يجاور منزله. إذا ذكر الأدب والثقافة بالكويت لابد أن يذكر هذه الشخصية بكل إجلال وتقدير وامتنان. هو المرحوم أحمد البشر الرومي، أحد الرجال المفكرين الأوائل في المجتمع الكويتي. هذا الرجل حقيقة كان من الرجال أصحاب الفكر المستنير، وكان حقيقة صاحب ثقافة عالية وصاحب مكتبة كبيرة يمتلكها، وقدم الكثير للمكتبة الكويتية من خلال مؤلفات حقيقة تشار لها بالبنان، وأثرت المكتبة الكويتية والخليجية بشيء من الإبداع والتمكن والثقافة العالية. عمل الأديب الراحل بعدها مدرساً بالمدرسة المباركية، ثم انتقل بعدها إلى المدرسة الشرقية وعمل بها معلماً من عام 1942 حتى العام 1947، ثم انتقل بعد ذلك إلى دائرة الأوقاف حيث عمل بها موظفاً من يناير 1954 حتى شهر نوفمبر من نفس العام، أي أن عمله في تلك الدائرة استمر عاماً كاملاً. ثم انتقل بعدها إلى بلدية الكويت حيث أصبح رئيساً لقسم أملاك الدولة بدائرة البلدية من عام 1955 حتى عام 1956، ثم انتقل بعدها إلى وزارة المالية، تدرج في وظائفها حتى أصبح أخيراً وكيلاً مساعداً لوزارة المالية حتى فبراير من العام 1969. وبالإضافة إلى عمله في القطاع الحكومي، زاول الراحل الأديب أحمد البشر الرومي عدة أعمال شخصية كانت تصب جميعها في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، كذهابه في عدة رحلات خارج الكويت لشراء مطبعة أخرى بديلة عن أول مطبعة استوردتها الكويت لدائرة المعارف. وفي أوائل الخمسينات أصبح عضواً في إدارة مجلس المعارف، كما أصبح في تلك الفترة عضواً في اللجنة المشرفة على انتخابات المجالس الحكومية، وقد أصبح أيضاً عضواً في لجنة حصر الأجانب ولجنة تحقيق الجنسية في بداية الستينات. كذلك عمل عضواً في لجنة الإنشاء وعضواً في لجنة كتابة تاريخ الكويت. كذلك كان للراحل اهتمام كبير في توثيق التراث الكويتي، وكان له الفضل أيضاً في تسجيل كثير من الأسطوانات الموسيقية للفنان خالد البكر التي توفي عام 1955، وقد كان تسجيله لهذه الأسطوانات أرشفة قيمة لأنماط الغناء الكويتي السائد في النصف الأول من القرن العشرين. كما كانت لدى المؤلف مكتبة خاصة مليئة بكثير من الكتب والأفلام والمخطوطات والخرائط.
في يناير من عام 1981 ذهب الأديب الراحل أحمد البشر الرومي إلى المحكمة ليوصي بأن تقدم مكتبته الخاصة إلى المكتبة العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم أو أي جهة تؤول إليها المكتبة العامة. كانت مكتبته تحتوي على أكثر من 7000 كتاب. كذلك كان الأديب ينظم الشعر، ومن شعره ما ذكره الأديب الراحل المؤرخ عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت. من الجدير بالذكر أن الأديب الراحل أحمد البشر الرومي بدأ بكتابة يومياته في عام 1939، وتعد يوميات أحمد البشر الرومي من أهم التواريخ المؤرخة بدقة لكثير من الأحداث المحلية والعربية والعالمية، وقد اعتمد على أحداثها المؤرخة فيما بعد كثير من الباحثين في مجال التاريخ. لديه كان كتاب صدر في منتصف الستينيات وهو مقالات عن الكويت، حيث قام بجمع بعض المقالات المنشورة له في المجلات والصحافة الكويتية، وتتناول محطات هامة من تاريخ الكويت، مثلا تاريخ الأمراض والأوبئة قديما، تاريخ كاظمة، مواضيع حقيقة متنوعة وجميلة وثرية قام بجمعها في هذا الكتاب مقالات من تاريخ الكويت، لتكون إضافة حقيقة وإضاءة جميلة حول محطات تاريخية من تاريخ الكويت. وتميز أيضا المرحوم أحمد بشر الرومي بسلاسة الأسلوب والتمكن في اللغة، وأيضا الوصول إلى المتلقي أو القارئ بشيء من الإبداع والتمكن. ومن أهم الكتب والأبحاث والمقالات التي قام الأديب الراحل بإعدادها وتأليفها، أولاً مقالات عن الكويت، وهو كتاب يحتوي على 5 مقالات عن تاريخ الكويت القديم والحديث. والمقالات هي: ابن عريار زعيم قبيلة بني خالد، تاريخ الأوبئة في الكويت، كاظمة والفرزدق الكويتي، وأخيراً المقر، وهو مكان قريب من كاظمة. ثانياً ديوان صقر الشبيب، وهو مجموعة أشعار شاعر الكويت الراحل صقر الشبيب رحمة الله عليه. ثالثاً الأمثال الكويتية المقارنة، وهذا المؤلف يتكون من 4 مجلدات. رابعاً معجم المصطلحات البحرية في الكويت، وقد وثق الراحل في هذا المؤلف ما يقرب من 1000 مصطلح بحري. ومن أهم أعمال الأديب الراحل أيضاً سجل الغريب وديوان فهد بورسلي. في عام 1968 ذهب الأديب الراحل إلى لندن لتلقي العلاج بعد مرض ألم به، وكانت يومياته في لندن تتحدث عن قصته مع العلاج والتشافي من المرض. في يوم 6 من يناير عام 1982 توفي السيد أحمد البشر الرومي رحمة الله عليه بعد أن ترك إرثا ثقافيا وأدبيا لا زالت كثير من الأجيال تنهل منه إلى وقتنا الحاضر. وقد كرمت دولة الكويت الراحل أحمد البشر الرومي بإطلاق اسمه على أحد مدارسها الثانوية.